طيب نبدأ ناخد تليفونات. أميرة أهلا بيكي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة صوت ممكن أكلم شيخ؟ معاكي يا حبيبتي. اتفضلي. أيوة ازيك يا شيخ الحمد لله. أهلا وسهلا بحضرتك. معلش أنا أول مرة أتكلم في برنامج معلش. اتفضلي. أهلا بيكي. أنا والله والدتي لسه متوفية بقالها سنة بس هي من ساعة ما توفت حضرتك أنا مش عارفة أعيش يعني في الحياة وكده. نعم. وفي نفس الوقت والدي دلوقتي موجود بس والدي من ساعة ما هي توفت وهو بيتعامل معانا بطريقة غريبة جدا. أنا ليا أخت كمان يعني إحنا أختين. نعم. بيتعامل معانا بطريقة غريبة جدا يعني مش هو راجل كبير وكل حاجة وإحنا ساكنين معاه في نفس المنطقة يعني أختي كانت قعدت معاه بعد ما والدتي توفت وطردها قال لها لا مش عايز حد يقعد معايا وكده وبعدين كان عايز يتجوز وغير رأيه وبعدين دلوقتي مش قادر يعني إيه بيتعامل معانا بطريقه احنا مش فاهمينها. وبعدين انا ساكنه معاه في نفس الشارع بقول له بابا اجي لك وكده لا هو بيجي لي البيت كتير جدا واهل جوزي بيتضايقوا من جيته كده هو مش فاهم كده. يقول لي لما يبقوا يطردوني ابقى انا ما اجيلكيش تاني. وانا مش راضيه اضايقه يعني انا مش عايزه اقول له كلام يضايقه او يزعله كده وانا بقول له انا اجي لك انا اللي انت عايزه انا بعمله له وحاجته انا بعملها له في بيتي كمان يعني. ببعت له اكله ببعت له هدومه نظيفه وكده وكل حاجه. وفي نفس الوقت انا بتضايق من تصرفاته وحاسه ان انا يعني ايه شايله ذنب ان انا بتضايق منه ان هو مثلا بيعمل حاجه وانا متضايقه بس انا ما بينلوش ان انا متضايقه بس انا في نفس الوقت شايله ذنب ان انا حاسه ان انا متضايقه منه الذنب ده انا شايلاه يعني انا شايله الذنب ده وحاسه ان انا يعني كده انا شايله ذنب ان انا متضايقه من تصرفاته. ماشي يا حبيبتي. طيب اولا يعني رحم الله سبحانه وتعالى الوالده الكريمه وربنا سبحانه وتعالى يرحم أمواتنا أجمعين إخواننا وأخواتنا وكل من له ميت يرحمه الله سبحانه وتعالى. وحزنك على والدتك ده أمر فطري يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حزن على موت سيدنا إبراهيم ابنه الصغير الرضيع اللي مات قالها كلمات واضحة إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لكن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالحزن ده أمر فطري إن الإنسان يحزن على أخ له على ابن له على والده على والدته أي إنسان بيتوفى الإنسان أكيد بيحزن لكن المهم إن الإنسان لا يستسلم لهذا الحزن. يعني الإسلام لما احترم فينا حكاية إن أنا أحزن على المتوفى لكنه حددها بمدة يعني مسألة الحداد يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا الزوج 4 أشهر و10 أيام. فكأنه يقول اقطعوا باب الحزن ده أو السلسلة بتاعة الحزن ده لأن الشيطان عايز يعيشكم في حزن دائم فأنتوا لا احتراما للفطرة البشرية عندنا 3 أيام حداد ثم بعد ذلك نبدأ نعيش حياتنا ونحاول أن احنا نتغلب على هذا الحزن. كان مولانا الشيخ الشعراوي برضه الله يرحمه كان يقول أغلقوا أبواب البلاء بمفاتيح الرضا. كلمة رائعة جدا. يقول إن اللي بيعشق الحزن وبيحب دايما يكون حزين في ناس كده مش عايز مستخسر في نفسه يفرح شايف إنه لو فرح يبقى دي خيانة للراجل اللي مات ولا للأم اللي ماتت ولا كذا. لا إحنا بنحزن والعين بتدمع لكن بنستأنف حياتنا وبنحاول ان احنا نقطع هذه السلسلة من الحزن. السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين مات أخوها بعد 3 أيام نادت على خادمتها وقالت لا اعطيني الطيب العطر بتاعي هاتيه فنولتها العطر بتاعت فتعطرت دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم دي أم المؤمنين هن الأتقياء التقيات الصالحات بشهادة القرآن الكريم ومع ذلك قالت لها هاتي لي الطيب فلما نولتها الطيب اتعطرت وبعدين قالت والله مالي بالعطر من حاجة أنا نفسي مش عايز لكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام. الإنسان ما يعشقش النكد. أيوة. الإنسان يحاول أنه يتغلب على هذه الأمور ويحاول أنه يبدأ حياة جديدة وإلا لو سيطر علينا الحزن والعياذ بالله مش هيخرج منه ومش هنخرج مش هيخرج من الهم أبدا ثم ماذا ايه النتيجة بعد كده حياته اتدمرت صح فنصيحتي لحضرتك انك حاولي تتغلبي على هذا الأمر. نصيحتي في معاملة الوالد انه أحسني إليه مهما فعل والضيق اللي في صدرك بسبب بعض تصرفاته ما دام هذا الضيق جوه ولم يترجم إلى عقوق
أنت لا تؤاخذين عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والرسالة للوالد رفقا ببناتك ورفقا بأولادك حتى تكون عونا لهم على برهم بك إن شاء الله.